ولمزيد من تسليط ضوء أكثر حول مجازر السياق الفاصل، معنا من رام الله الآن عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي فضل طهبوب. مرحبا بك سيدي الكريم. فشل مجلس الأمن اليوم في هذه الجلسة الطارئة في التوصل إلى قرار، ماذا بعد؟ أولا أنا من القدس مش من رام الله. نعم. وطبعا نعيش الحياة الصعبة في ظل الاحتلال، وواضح مجلس الأمن أو هيئة الأمم فشلت تماما طوال 20 أو 40 أو 70 عام الماضية أن تنجز أي قرار من قراراتها وتحققه في سبيل العدالة للشعب الفلسطيني. فأنا في اعتقادي كل توجه لهذه المؤسسات أصبح يعني فشل، لأن هناك الولايات المتحدة تقوم بتغطية إسرائيل بالفيتو وبمنع أي قرار ضد إسرائيل أو معاقبتها على اعتبار أنه إسرائيل حليف أمريكا. واضح سنين تأتي ما تأتي ذكرى 70 سنة على المجزرة وعلى النكبة الفلسطينية، ونحن في وضع سيء جدا، يعني واقع عربي بائس جدا، يعني مستحيل أن مر وضع أسوأ من هذا الوضع اللي فيه بتعيشه الأمة العربية. سنين نحن كفلسطينيين حقنا واضح وصريح، ولم نتراجع يوما عن المطالبة بحقنا والدفاع عن أرضنا وعن وطننا. والشعب الفلسطيني في هذه المرحلة كان دائما يجد من يقف إلى جانبه من الأمة العربية والشعوب العربية وحتى الدول العربية والجامعة العربية، ولكن في هذا الظرف للأسف لا يوجد من يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني من الدول العربية. ويؤسفني أن تركيا وجنوب أفريقيا تقطع علاقاتها مع إسرائيل، بينما الوطن العربي يعزز ويركض ويهرول إلى تل أبيب سواء دول الخليج أو سواء والسفارات في القاهرة وعمان. تمام، نحن في وضع عربي بائس جدا، ولكن حقنا قوي وسندافع عن حقنا ونعتمد على أنفسنا. نعم. سيد فضل، هناك جلسة ولن ننتظر أحدا يقدم لنا. نعم. سيكون هناك اجتماع سيد فضل يعني خلال عدة أيام قادمة لاجتماع لجامعة الدول العربية، ولكن لابد أن نذكر بأن كان هناك في الفترة الماضية جهود حثيثة بذلت من قبل مصر وأيضا بعض الدول العربية من أجل رأب الصدع الفلسطيني الداخلي، وهو إجراء المصالحة الفلسطينية التي يعني وصلت إلى مراحل متقدمة ولكنها قد جمدت في الفترة الأخيرة. البعض يرى بأنه لابد إصلاح البيت الفلسطيني من الداخل حتى يكون هناك إمكانية أيضا على تجميد المصالحة الوطنية. نحن كفلسطينيين نعم لدينا مشكلة واضحة تماما، هناك فريق يعمل بالوضع السلمي والسياسي وطرف آخر شعر بأن هذا الأسلوب 20 سنة من فوضات غير مجدي، واللي هم طبعا في قطاع غزة بالذات والحصار المفروض عليهم، بدأوا يعملوا بطريقة يعني الموت وأنت تناضل أفضل من الميت وأنت في البيت محاصر، و طبعا يفرض عليك المذلة من قبل عدوك. وأنا في اعتقادي في الجانب الآخر ما زال الجماهير في الضفة الغربية والقدس تعمل أيضا بنفس الطريقة، ولكن أنا في اعتقادي الضعف العربي والمساندة اللي كانت توجد للشعب الفلسطيني سابقا لا توجد الآن لتدفعهم بالعمل بطريقة صحيحة. وأنا في اعتقادي أن الآن تحويل الصراع من عربي إسرائيلي إلى عربي إيراني، أنا في اعتقادي كمان هذه جريمة كبرى بحق الأمة العربية بشكل عام. إيران لم تعتدي علينا ولم تعتدي على الأمة العربية ولم تحتل الأراضي العربية. سيد فضل، يعني كان في السنوات الماضية لابد أن نذكر هذه النقطة أيضا. أمريكا وإسرائيل يدفعون بهذا الاتجاه لتحقيق مآرب إسرائيل وأمريكا. اليوم أمريكا شريك مباشر مع إسرائيل في العدوان على الشعب الفلسطيني. موضوع السفارة، موضوع القدس عاصمة إسرائيل، هذا عدوان مباشر. لكننا لم نسمع أصوات عربية قوية تقف في وجه الولايات المتحدة حتى بالكلمة. فهذا موقف ضعيف، موقف عربي ضعيف. الآن في بعض ماذا على الدول العربية الآن سيد فضل؟ حتى في أمريكا اللاتينية يقفوا إلى صالحنا أكثر من الدول العربية، وهذا مؤسف جدا. لكن لا تنوم الشعب الفلسطيني عندما يتوجه إلى الجيش الإسرائيلي لمواجهة عاري اليدين ويستشهد 100 شهيد. سيد فضل، يعني ما هو الدورة المنوطة الآن بجامعة الدول العربية وببعض الدول العربية والإسلامية حيال ما حدث في الفترة الأخيرة وفي اليومين الماضيين وتحديدا يوم أمس؟ ما هي الحلول السريعة العاجلة من وجهة نظرك؟ سيدي، أي جامعة عربية وقد طردتم سوريا من الجامعة العربية وإسرائيل لم تطرد من المدن العربية والعواصم العربية، يعني لا نضحك على أنفسنا. نعم. يجب أن يكون هناك إعادة للموقف العربي بطريقة صحيحة. نعم.
هناك موقف عربي. سيدتي يعني ما احترامي لكل شعوبنا، شعوبنا ما زالت يعني تشعر نفس مشاعر الشعب الفلسطيني. سيد فضلي يعني الفترة الماضية أو السنوات الماضية الكثير من الدول العربية كانت تعاني من ويلات الحروب التي ما زالت مستمرة حتى الآن وتحارب الجماعات الإرهابية، وأيضا من الجانب الآخر لابد أن يكون هناك إتمام للمصالحة الفلسطينية وإصلاح البيت الداخلي من أو إصلاح البيت من الداخل أولا، ولابد أن يكون هناك إجراءات سريعة وعاجلة في الفترة القادمة. نشكر السيد فضل طهبوب المحلل والكاتب السياسي كان معنا من القدس.